السلام عليكم، معكم أطر برنامج فرصة. دونك هذه مبادرة منا باش نحاول نحلو معكم هذا المشكل ديال عدم التواصل بلو ليان أو عدم التواصل بالإيميل اللي فيه لو ليان واسم المستخدم وكلمات المرور. دونك أول حاجة هي كتأكدوا من لادغيس ميل اللي عندكم، يعني لادغيس ميل ديال لابواط ريسبسيون اللي أكتيف عندكم، اللي خدامين بيها وتقدروا تدخلوا ليها وتقدروا تفيريفيو الايميل ديالكم وكلشي اجو. دونك اول حاجه كتمشيو للنافيغاتور اللي عندكم وكتابيو forsaacademy.com.ma pardon. دونك كتخرج لكم منصه التكوين، كتدخلوا ليها وكتمشيو ديريكتومون لهل نسيت اسم المستخدم او كلمات المرور. ابري كتخرج لكم هاد الصفحه، كتمشيو للبحث بعنوان البريد الالكتروني وكديروا لادريس ميل ديالكم اللي متاكدين منها. انا غادي ندير لكم لادريس ديالي غير باش نشوفوا شنو باش غادي توصلوا. ابري دونك غنكتب لوريا فوالا. ابري كديروا بحث، كتخرج لكم هذا ان صح ما عطيتوه من اسم المستخدم او عنوان فريد عنوان البريد الفريد البريد الالكتروني فيفترض ان تذهب الى كرسله الان. دونك كديروا استمر. دابا غادي تستناو واحد 15 دقيقه ولا 30 دقيقه او ماكسيموم وغادي توصلوا بالايميل اللي كان من المفروض انك توصلوا بهم توصلوا به شحال هادي اللي كيكون فيه لو ليان، يعني الرابط واسم المستخدم وكلمه المرور. والى جاب الله ما توصلتوش به، ديك الساعه تقدروا تواصلوا معنا عبر الواتساب او عبر ابل. شكرا.